أهلا بحضراتكم في حلقات سؤال النهاردة. سؤال النهاردة بيقول: ما هو التخسيس بالصورة الذهنية؟ وده أنا شايف إن ده أهم سؤال جاي لغاية دلوقتي، ولذلك أطلب من حضراتكم إنكم تعملوا شير لكل أصحابكم ولكل الناس، عشان هو ده السبب الحقيقي ليه في ناس بتفشل وفي ناس بتنجح، برغم اللي بيفشلوا واللي بينجحهم بينظموا الأكل وبينظموا الرياضة وبينظموا أسلوب الحياة وبيعملوا تحاليل. بس ليه ناس بتنجح وليه ناس بتفشل؟ عشان الموضوع هنتكلم فيه النهارده، اللي هو التخسيس بالصوره الذهنيه. ما هو التخسيس بالصوره الذهنيه؟ التخسيس بالصوره الذهنيه اللي هو بالعربي اسمه العلاج المعرفي السلوكي، وده موجود في كل الامراض، اللي هو سايكو بيهيفير مانجمنت او الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي. ما هو العلاج المعرفي السلوكي؟ ببساطه العلاج المعرفي السلوكي، لان انا لما بعرف حاجه في مخي انا بنفذ افعال معينه. اديكم امثله بسيطه، احنا لما بنروح السينما بناكل ايه؟ ناكل فشار. برغم في ناس بتاكل شيبسي، بس الاغلبيه بتاكل فشار. احنا في شاب اليسين بناكل ايه؟ بناكل تمس ورنجة وفسيخ، برغم في ناس بتاكل طبيخ. فالفكره ان انا لازم اعرف حاجات في مخي عشان مخي يقلدها. ايه الحاجات بقى لازم اعرفها في مخي؟ ان انا بعمل دايت ليه؟ بعمل دايت ليه؟ بعمل دايت عشان صحتي تبقى كويسه، وعشان ما يجيليش امراض، ولازم ابقى عارف في مخي ان السمنه ده برد لازم يتعالج زي السكر وزي الضغط وزي اي حاجه في الدنيا. ومن هنا لازم اعرف شويه حاجات علشان جسمي لازم ينفذ الكلام المظبوط. فلازم مخي يعرف ان انا بعمل كده علشان صحتي تبقى افضل. ومن هنا لازم اتخيل كل يوم اليوم بتاعي بقى ماشي ازاي. لازم اتخيل كل يوم صحتي لما تبقى احسن، نفسي لما بيبقى احسن، طلوع السلم لما بيبقى احسن، مفصلاتي لما اكون احسن. حتى الرياضيين لما يعملوا تحسن في الارقام بتاعتهم بيبقوا افضل، ولذلك لازم يتخيل. اخر لقاء شفناه مع محمد صلاح كان بيقول: انا قبل الماتش بتخيل الماتش. الناس كلها تقول: ازاي بتخيل الماتش؟ يعني قبل الماتش بيتخيل الماتش هيمشي ازاي، هيجي لفين، الكره لما تجيله كده يلعبها ازاي، الكره لما تجيله كده يلعبها ازاي. فاحنا في نفس الوقت لازم نتخيل يومنا هيبتدي ازاي، هيخلص ازاي، هننام قد ايه، هناكل كام وجبه، هنشرب كام قد ايه. فلما نتخيل السلوك المظبوط جسمنا يؤدي التصرف المظبوط، وبالتالي ننجح. ما يحصلش التخيل والسلوك ده عمرنا ما هننجح. تحياتي للجميع، واي سؤال عايزين اجاوب عليه حطوه في التعليقات. ومعاكم الدكتور باسم الهابط استشاري الصحه العامه.